اختياري ليه بتوجع قلبي ومصمم تبعاني؟ سهلة بيعك بس حبي ليك منعاني. غب براحتك لو في بعضي هتلاقي راحتك. نفسي مرة تقولي امتى في يوم جرحتك من غير ما تقدم اعذار وتشرح. سهلة تبعد ابعد من غير ما تجرح. انا قلبي ما تعودش يفرح. واعمل ايه بسوء اختياري ليه بتوجع قلب ومصمم تبعاني؟ سهلة بيعك بس حبي ليك منعاني. غب براحتك لو في بعدي هتلاقي راحتك. نفسي مرة تقولي امتى في يوم جرحتك. كل حسن كل مكان. اهلا بيكم في لايف جديد. النهارده معانا عندليب التجمع، معانا محمود الامير. تمام، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله بخير يا استاذ. تمام والله بخير الحمد لله. ايه بقى قصه الغنى وبدات كده تغني امتى؟ واحكي لنا كده. والله الفكره جاتني وانا عندي حوالي 12 سنه، كنت في المدرسه طبعا بلندن. عشت قصة كده يأسة شوية، فهي اللي خلتني خدت دور الدراما. بدأت بقى دندن مع نفسي من الموضوع ده، اكتشفت ان انا صوتي حلو والناس بدأت تقول ان انت صوتك حلو. مين كان بيسمعك وبيدعمك؟ يعني شايف ان انت الصوت في الاول ولا حاليا؟ الاول في الاول خالص كانت والدتي. كانت والدتي طبعا، عشان هي برضو صوتها كويس، وجدي برضو يعني بيقول مويل كده زي مكرم المنياوي. فطبعا مويل صعيدي. مويل صعيدي. انا صعيدي من المنيا. انت يعني الموضوع دوت واخده بالوراثة، انت صوتك دوت انت كان بيقول مويل. طبعا طبعا والدتي، وعندي والدة جدي برضو كان فيها الموهبة دي يعني. طيب يعني انت ليك كام سنه كده بتغني او موضوع الموهبه دوت او الغنى عندك؟ هو اول اوديو ليا كان حوالي 2004. طبعا انا عملت الاوديو كان اسمه يا قلب فوق من الوهم، كلمات حد صاحبي. بس طبعا ما كانش فيه السوشيال ميديا زي الايام دي، كنت انا برضو سن صغير، كنت بدرس، فعملت الاوديو ما اهتمتش بيه يعني. بدأت ان انا اهتم بالموضوع واسجل اغاني من حوالي سنتين. لحد دلوقتي عامل 12 اغنية على اليوتيوب. 12 اغنية؟ 12 اغنية على اليوتيوب. تمام. هل انت دارس موسيقى؟ يعني عندك فكرة عن الموسيقى بتاعتها؟ هو الفكرة ان انا رحت يعني خدت دورة في الجيتار بس ما كملتش برغم ظروفي الخاصة يعني. بدأت بعدها على طول ان انا خرجت كده من المعهد ارشاد زراعي، طلعت على طول اشتغلت في الصيدلية وكونت نفسي، عملت اسرة وبيت واتجوزت الحمد لله. لكن موضوع الغنى ما كانش واخد حقه معاك الوقت ده؟ ما كانش واخد حقه عشان ظروفي يعني. كان كل همي طبعا وكل هم والدتي ان هي تجوزني وتفرح بيا الاول، وبعد كده اشوف الموضوع ده. اول ما اتجوزت على طول مشيت في الموضوع الحمد لله. بدات بقى ترجع لموضوع الغنى ده من امتى؟ يعني من حوالي 3 سنين. 3 سنين؟ من حوالي 3 سنين بدات اسجل من سنتين. محمود، انت حد مثلا يعني سمع صوتك في اغنيه وقال ان انت مثلا صوتك قريب من مطرب مشهور، من حد مشهور؟ هو ناس كتير بتقول ان انت صوتك يعني زي طارق الشيخ بالظبط. طارق الشيخ؟ يمكن انا واخد اللهجه بتاعته في الدراما، فهي دي اللي بتخلي النبره زي نبرته بالظبط يعني، او قريبه منه يعني. شعبيات يعني؟ شعبيات يعني. انت كله بالنسبه لك في الشعبيات؟ شعبيات. انا بعشق طارق الشيخ، حبيبي. انا متعلم. سمعنا حاجه طارق الشيخ؟ متعلم. حافظ له حاجه؟ حافظ له طبعا. سمعنا حاجه كده فكرنا بطارق الشيخ، فكر الجمهور. حبيبي
حبيبي بتمنى لقاك ولا يوم بنسى. لو رحت بعيد انت في روحي مداوي جروحي ياللي انت عني. حبيبي حبيبي بتمنى لقاك ولا يوم بنساك. لو رحت بعيد انت في روحي مداوي جروحي ياللي انت عني. محتاج حنانك لمسة ايديك في قلب الامان. روحي مكانك ولا حد غيرك يملى المكان. انت يعني شغال ايه دلوقتي يا محمود؟ انا حاليا في الماركت عندي الكشك زي ما انت شايف كده وسوبر ماركت، يعني بتاجر في المواد الغذائيه اذا كان جمله او تجزئه الطعام. بالنسبه بقى للغنى، يعني ايه اللي انت حابه او ناوي تعمله الفتره اللي جايه؟ هو الفتره اللي جايه ممكن يكون يعني همشي على رتم شعبي مهرجان. بتغني مهرجان؟ هاخد الشعبي بس اعمله برتم المهرجان من غير طبعا اسفاف، من غير اي حاجة، ومن غير الكلام ده كله. واغلب انا بالطبيعي عملت كده بالفعل، يعني عامل مهرجان انا ريس كلمات الشعر الجميل محمد راغب اخويا وحبيبي، وهو اللي بيدعمني وهو ادارة اعمالي وهو اللي واقف في ظهري. يعني توزيع العالمي زيزو المايسترون، الحان الاستاذ مصطفى جمال، وعامل المهرجان برضو حاسس بغيبوبة. طب سمعنا حاجة كده، خلي برضو نسمع تمام. الفترة دي حاسس بغيبوبة، مخنوق انا ودماغي مقلوبة، القلب مصدوم يا عيني يا عيني مصدوم. والمفاجأة بكتشف في حياتي كل يوم، ناس تبيعني وما تشتري، عشرة طلعت على ما فيش. لما فرت وسعت الجد ادور جنبي وما لاقيش، اللي غاب وملوش حجة اول ما لقاني في الشدة اداني ظهره وداس على الحب والمعزة. ده في سكه شعبي رتم مهرجان، مهرجانات اللي هو الرتم السريع. الرتم السريع عشان برضو يعني المستمع دلوقتي ما بقاش فيه خلق اصلا يسمع النبره الطويله، يعني يا ليل ويا عين، ما بقاش فيه خلق للناس. انا عن نفسي يعني كنت الاول بسمع كده، السرعه دي بقت خلاص كبير. السرعه بتخلي المستمع يندمج، ممكن يروح للحزن ماشي، يروح على المزيكا ماشي، يرقص ماشي زي ما هو عايز بقى. طبعا ربنا يوفقك يا رب يا رب. عايزين نعرف بس انت حلمك ايه الفتره اللي جايه؟ الفتره اللي جايه عايز ان شاء الله اوصل صوتي باي طريقه، بتمنى من ربنا الناس تدعمني وتقف معايا. يعني انا الحمد لله يعني شغلي الخاص مخليني مش محتاج لا فلوس ولا محتاج اي حاجه الحمد لله، ولكن انا عايز اوصل موهبتي وحلم اللي انا حلمت بيه من زمان، فمحتاج اعرف باب الشهره منين وانا اروح اخبط عليه اقول له انا محمود الامير مطرب شعبي. يعني منين؟ من عندك انت، من عند حد؟ هو توفيق من عند ربنا، بس هي يعني انت عندك موهبه والموهبه دي حقيقيه والناس حاسه بيها، تاكد ان انت الناس هتسمعك. اكيد طبعا، بس انت حضرتك شايف برضو ان احنا في وقت اي حاجه اسف في الكلمه تافهه بتنتشر بسرعه، بمجرد شير بس كده بتتنسي بسرعه وبتتنسي بسرعه، لكن الحاجة الحلوة طبعا بتوصل بالبطيء لكن بتفضل عايشة. بتفضل عايشة. بتفضل عايشة. صح صح. قبل ما نختم في حاجة ممكن تسمح لنا كده برضو على السريع كده؟ حاجة ليا ولا؟ لا حاجة ليا. حاجة ليا ماشي. احنا ممكن معلش انا هعرض تراك كده من كلماتي. تمام؟ بس من غير موسيقى. من غير مزيكا خالص، التراك ده انا هقراه بس كده قراية. يمكن ارد بالتراك ده على كل اللي خذلني. صرخة وجع من شاب جدع طول حياته تعبان،
شاف البيد عاش في الوجع ما بين اربع حيطان ورب مالية فوقات الشدة بيطير زي الدخان لطبع البشر بقى نمرود وما بقاش فيه سلكان انا شارب المر من صغري وراضي بالمكتوب وعز الناس بتجرح فيا وعلى قلبي مضروب ليه دايما بسامح في حقي والاهبابات مغلوب بس من دلوقتي انا اتغير والتغيير مطلوب بصرخ من همن وقلبي وببكي من اللي انا فيه ليه خدعني حب عمري وما صعبتش علي علشان فقير مش لاقي سابتني وراحت لي قالت لي ما فيش نصيب واتجوزت البيت عملت الخير مع ناس كتير وترمى في البحر خلاص واللي معاهم طلع تاصيل ما عندهمش احساس نسيوا الحلو اللي شافوه على ايدي بعونه قدام الناس بس انا حقي مش هسيبه ومسجله في كراس هدوس عصابي وهعدي على القضبان وهركب الموجة وهتشوفوا اللي كان غلبان وكل اللي جرحني وأذاني أنا حطه في الحسبان وهيجي اليوم وأرد عليكم هطلع أنا الكسبان أنا الكسبان لما خسرتكم يا خلق مصافين شايفين قليل في نظركم هو انتوا تطلعوا مين ده انتوا يا دوب حبة بشر في الحقيقة ملاعين وتبيعوا ابوك عشان القرش يا شلة كدابين شكرا ليك مشاهدي ومتابعي حبيبي استاذ احمد في كل مكان نشكركم على حسن المتابعة حبيبي ونشكركم في لقاءاتكم على مدار الساعة حبيبي